برج الحمل، قد تواجه تحدياً في منتصف مارس، ولكنك ستنجح فيه بشكل ملحوظ، مما يجلب لك التقدير والفوائد المالية. في الجانب المهني قد تواجه تحدياً يبرز قدراتك العقلية، وقد تفاجأ بمفاجأة إيجابية في الأسبوع الثالث. إذا كنت عازباً ينصح بتوخي الحذر مع شريك غامض. برج الثور، تحصل على أفكار تساعدك في تحسين وضعك المالي، تجد نفسك محققاً للنجاح بفضل استقامتك وتفكيرك الإيجابي. إذا كنت عازباً قد تمر بعلاقة تمردية، بينما المتزوجين قد يواجهون تحديات عاطفية. برج الجوزاء، فرص تحسن تظهر في الأسبوع الأول، تجد نفسك ناجحاً وتحقق أحلامك. العازبين قد يواجهون شريكاً غامضاً، والمتزوجون قد يشعرون بالتقلبات العاطفية. برج السرطان، قد تعيش فترة صعبة في بداية مارس، قد تفقد السيطرة في العمل وتواجه تحديات في إعادة تنظيم الأمور. العازبون قد يشعرون بالضياع، والمتزوجون يحتاجون إلى التفكير بعناية في علاقتهم. برج الأسد، فيما يتعلق بالجانب المالي يظهر أمامك فرص جيدة لتحسين الدخل، ولكن يبدو أنك لا تظهر أي اهتمام في الاستفادة منها. قد تستمر في العيش وفقاً لروتينك المعتاد عليه دون أن تسيطر على أمورك، لذا قم بالنهوض بقوة واستغل تلك الفرص لتجاوز الأزمة المالية التي تمر بها. برج العذراء، ينصح بعدم المغامرة في التجارة لتحسين الوضع المالي، قم بالبحث عن وسائل أخرى لتحسين ظروفك المالية، وتذكر أن الحظ قد يكون في صالحك في منتصف شهر مارس لزيادة الدخل. برج الميزان، ينصح بعدم محاولة تحطيم الحواجز والتقدم بحذر نحو تحقيق طموحك المالي.